بس غدا عشان تأدي يعني يمكن شخصية ماشية سوية, شخصية لبنتها تم اغتصابها فعايزة تاخد حقها وبالقانون, ولما لقت ان القانون مش قادر يوصل لها حقها بدأت تفكر في طرق أخرى غير مشروعة عشان تاخد حقها أو تاخد بطرها بالبلدي. لكن دلوقتي تحولت إلى شخصية مريضة نفسيا. أنت عملتي إزاي ده؟ أنا ما شفتهاش والله مريضة نفسيا يا دكتور. أنا شفتها إن هي كل الناس اللي حواليها تخلوا عنها, فبالتالي أنا محتاجة أخلق لنفسي حد أتكلم معاه ويقول لي أعمل إيه. فخلقت جزء مني أنا تاني, بس الجزء اللي هو اللي هيديني الدافع إن أعمل أي حاجة شر, لأن هي زي ما هو قال أيمن هي شخصية مسالمة جدا. فعشان يبقى في شخصية مسالمة لازم حد يبقى حواليها بيديها الدافع. هي سابت لهم فرصة مرة واثنين وثلاثة واربعة إن الحق يجي, ودنيا دي مجرد واحدة بتحكي لي وبحكي لها, كأني خلقت شخصية بفضفض معاها أنا قد إيه تعبانة, أنا قد إيه صعبان على نفسي, أنا قد إيه حتة مني راحت من لحمي وكل اللي حوالي ما حدش حاسس. واحد بيكلمني في القانون وأخويا بيكلمني في النمرات والنبي قولي لي أجيب لها شنطة إيه, يعني حاجة صعبة قوي. لكن بعد ما هي بقت جزء مني وأنا مش عارفة أجيب حقي, أنا عايزة أعمل الغلط بس مش عايزة أقول إن أنا اللي عايزة أعمله, أنا عايزة أقول إن دي هي اللي بتدفعني إن أنا أعمل الغلط. لحد ما وصلت لحتة معينة خلاص تأكدت إن هي جزء مني. لما أنا في الآخر في المشهد ده هي أنا, زي ما قلت لها أنا جواكي لأن أنا اللي خلقتها, فخلاص زي ما جبتك همشيكي, لأن خدت خلاص قرار إن دنيا هي ندى. ندى الشخصية الطيبة وهتعامل مع أي حد طيب بالطيبة, والتانية الشريرة لو أي حد هيجي عليا هتعامل معاه بالشخصية الشريرة.